هاي أنا هادية وصباح الخير من أحلى مكان شفته في حياتي، صباح الخير من المالديفز. النهاردة أول يوم ليا هنا في جزيرة باروس. ابتديت اليوم وطلعت على مركب عشان فطار سبيشل عزمني عليه. كنت متحمسة أشوف أنا رايحة فين. في نص المية شفت حاجة من بعيد، ولما قربت لقيت إنه ده، وفهمت إن هنا المكان اللي هفطر فيه. فطار حرفيا تحفة في نص المية، لون البحر مع الأكل مع الأجواء كل حاجة كانت بجد جميلة، وفوق كل ده كان في قرش صغير بيعوم تحتي. خلصت ورجعت على الجزيرة وابتديت اكسبلور المكان، حرفيا كأنه حلم. النخل مع البحر الأزرق والرمل الأبيض، ما شفتش في حياتي جمال كده. بعد كده كان وقت أروح السبا، الأجواء كانت رهيبة. السبا كأنه موجود في نص الأدغال، في نفس الوقت very relaxing. خلصت اليوم بعشاء عجيب على البحر، فالو عشان تشوفوا اليوم التاني في المالديف. انا احمد، قمت النهاردة عظمي مكسر ومش قادر اسلك طولي، دهنت ركبتين وقالت لي بالطين، وقلت ابدأ رحلة العذاب. فتحت اللاب لقيت مبعوت لي ميل يهد الحيل. صباح الفل، قلت مش مشكلة. حلقت دقني، صشورت شعري، وطبعا طلع بايظ كالعادة. قلت اختار الاوتفيت اللي هخرج بيه النهاردة، وهو على فكرة يعني بالمناسبة ده الاوتفيت اللي بخرج بيه كل يوم. يعني نزلت ركبت العربية، لقيت عربية شبه الغوريلا، والناحية التانية بصيت لقيت جواميس وقدامها كان البرسيم بتاعها. سبحان الله، وصلت المكان اللي هشتغل فيه لقيت المنظر ده. واو، فتحوا اوبن بارك الزو في الشارع ولا ايه؟ يا سلام. دخلت اول عيادة هشتغل فيها ودخلت من البلكونة لقيت المنظر ده، حاجة في منتهى الشفافية. الواحد صراحة نفسه يجرب التجربة العظيمة دي. كلمني زميلي قال لي انه عامل حادثة وكان زعلان جدا. استنيت معاه لحد بالليل لحد ما لقينا عربيته على ونش. والحقيقة ده كان يومي النهاردة. اعملوا فولو عشان تشوفوا بقية